سلكنا في طريق العلم دربا إلى الرحمن نرجوه الجنانا بمعهد زلال العلم يسقى على أيد تفيض لنا حنانا يقوم على كتاب الله نهجا وأقوال النبي بها استعانا وأعلام من الأخيار قالوا بتفسير الكتاب لهم بيانا فأعمرنا القلوب بخير ذكر وبالقرآن أعمرنا ربانا وبالقرآن أعمرنا ربانا نهلنا من معين النور حتى بلغنا فرحة تعلو سمانا وقرت بالتمام لنا عيون بفضل الله قد نلنا منانا بفضل الله بفضل الله بفضل الله قد نلنا منانا ومن أتى النعيم يعاف بعدا وما غير الهدى يوما حوانا ويلقى الخير من يسعى بجهد ويحصد غرسه من قد تفانا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون وشن يلا باتن أرديو يسوق شر قبل يويلل كواسوسو حفتي بقول يا أفريط بانك صورودود إسود كوتشي سي قران كريم كا أردي ذني أيام مادة كقلن تبيسي مدرسة عثمان بن عفان إديغان كقربولة لإديغ مدى سلاحلي أردي ذن أو مدى سندا سو حفتينا إسود كوتشي سي قران كريم كا أيام مادة مناسبة لوغو قبتي برحد بنان إي مدرسة عثمان بن عفان إديغان كقربولة لوحان أردي ذني لوغو ماموسي هذه ذا قيمة بدن وكمدها شهادة عدين سين لما يستن حفتي القرآن الكريم كا هذا مناسبة ديار دين اللي جمع موسى أي اللي جسوا عسومي مسؤولين كالسعودية دقمة السلاحي وحجرت أقويه نو والدين تاردين علي يولي بأردين كلا دون حفتي القرآن الكريم كا كبرتا مدرسة عثمان بن عفان هذا وقرن بمناسبة دن وحفري مملكة مركز كعثمان بن عفان أي أردين صوبر حفتي القرآن الكريم كا ومعلن محمد شيخ محمد علي وحنا كور بحي أساسكي ولما مراحش كل دوانا أو صومر مدرسة دن إيار دي دني ما تلام يستي كلام كإلهي يد ذلك تشوك تذا كهير جلس لما كان كصعودا مدرسة دن وحنا هذا الذي سي كم بذاها مدرسة دن وحي صومر تي رنتي جد دار بي صومر تي وحين صومر ناي مدرسة دن دوري لباتن أرضي وحويين أي دكتان سدير يلا باتن أرضي بانو بمالتها كلامي تدار فربنا رنتي والدين توي سمعين أنا قلنا والله قريب استأجني سيد أو جيدين أفر تلنا لبدا حقا حقا على باب مدرسة أيه نكفرني حقا هون لباب مدرسة أيه نكفرني تجده هنا وحوي الشنابة كنا قنصاب
شن تافر عبين نقدين صدقن كي أرد شن تافر عيد دلين ووحي الله سبحانه وتعالى الله ما هذا نقه وحي نوقع أرد هذا وقت وقت إذا كم ده إن الله بقول يصدقن أرد إيه نقدان أرد يصدقن كي نكبر لونك ووحي الله سبحانه وتعالى الله ما هذا نقه تذاك أرنتي هداني والدين تاني بحين هينين قد ذا نشرفت بدن أي رات ما ده وقت جاء مقرص وقبل إنه قب حسا هداني تذاك كان بحين هينين رنتي وحويان وحنا مسلينا الوقت ياسينا الوصف تقلين هذه أدبان رنتي قم هذا نقيا وحكرنا قم هذا نقيا أرضي شرف تبدن شني لباتنا كما تعرضي إن حفلة ذا إن فردينا كلام كله هذا ميجي وحكرنا قم هذا نقيا وحي فرحة رنتي ما تاني قيا أنا سوكو بكرين أرضي قرآن كارو بلابي أرضي مركو قاري لو يتوبيتش إنه أصي بلابي أرضي كله runtii waxa weeyaan uu alif uga soo bilaabay runtii isagii markii uu dhameystayna uu soo dhameeyay arday kale oo badan maanta waxa weeyaan xaflada ay wada fadhiyaan iyagoo waxa weey macallimiin isku ah in macallinkii ardayga jaysad ay wada qaataan shahaadi mar ay wada qaataan waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu mahadiyo dadaalkii aynu bixinay maal maalmaha kamida ee aynu nir sideebayn u badkeena yar yar aynu wax u barnaa iyaguna u badka kale wax u sii baraan waa taa runtii maanta aynu gaadhnay guushii ugu weynayd ee ayagii ardayda ahaa hal mar ay shahaadi wada qaadanayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu shukri naqno dadaalkan halka aynu ka sii wadno qaar ka mid ah xufaadii maanta dhameysatay xiftiga quraanka kariimka ee ka socotay markaska cusmaan bin cafaan ee deegaanka qolbuulale ayaa intii munaasabadu socotay soo bandhigay bandhig aqooneed aad u qiimo badan iyo culumtii kala duwanaa ay ku soo barteen markaskoogani waxaana ay ardaydana ahaayeen arday karti iyo aqoon ay soo geliyeen maamulkoodii waliba macallimiintooda jaaliga ka soo saaray fakuli washrabi waqri ayna فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قرآن كان موذن هسو تي كما لو قراعي فنان قاضي آير قرآن كامودن شيكو قفو سوملا أوالي أما وقر الروح أبوانا قرآن كامودن فالو قرافا دي ورقسيو وريا قارامي بينا إله قول كيسي وي قول يكو ختم حقيقو جبريل سو قادي وي رسول كنا قيحي وي مركو سو دي قرآن كو حق يكال قادي بادل واتو النبي قانو قيلو انتو قول دي لفولي كفار ترار قريشا كوي رقوبة سنمية دينا إله قير كيكا جاستا رمايا قفر رحيمك انتو كو وركيسا رق باب خلاف دينتا ولي بقور سيد رسولك كوي ركان واقف والان نقاب درواكن مالين كو قوس سيد ويسو تودا من دار قنطا ورسا رسولك وصار قورتا وحا قابل اودقوني كوي ريقب شهادو أو بكر إنا قحافة markii dilka loo qorsheeyay waa tii ka qaxeen dhulkoodii codkii ku qorsheen naftoodii waa tii qolofle abeeso abuu karee qaniintay ilmada qulqushaa ka hortay waa tii nabigeenu qoysay
وات قرية المدينة سقيرة لرعا سارة وقالا سودوينت نشيد قفكي دقيستا ترين من لابقوس انتو عقبتين هقانك هشي سرقه هرقاضي وحي قطشان مساج مركو خطبة ذا رسول كان وحي رسال الله عليه وسلم وحي رقاول كيبه قفكي رعامه هوقو امدكي ديدا خساري قلبك سنة يو هران ومرني قلبك سنة يو هران ومرني هردد وكسا إذني وهره بل وكهل ليك هل ما
daryeelay dugsi lama huraanay dambarigu aan qariyay marnay ma daqaaray taboodkaan dugsanayay damalaan harsanayay dudulaan cabaayoon ku dabaalanayoon iga durug lahaynay waxay laabtu doontiyo damacayga yeelay wax dareenku diidiyo darxumada adduunyada iigu ma dulqaatay diran hooya gacalay dayaciga badbaashay waxyaala dunidaba haddii laysku soo daro abaalkaaga daraf qura kama gaadha daaqdani dadka iiga wacanay deebinkan dhibkaa qari iyo diifta nololeed marka daarta aakhiro dadka laba bar laga dhigo in durduuranayso jannadii dabaashiyo in dayowday oo lumay shaydaanku duufsaday dabka naarta lagu shiday rubi kuma duleeyo cadaabaha lagaa diir iyo dagobka naareed inta mawla doortee janna loogu deeqee dadka loogu jecel yahay daa'imkeen kaa dhigo alxamdulilaahi aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira alxamdu lilaahi callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu albayaan alxamdu lilaahi aladii callama bilqalam علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن هداية للناس ونبراسا ويضيء لهم الطريق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم علم القرآن فكان خير المعلم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأسادات الأجلاء أيها الضيوفنا الكرام أيها الطلاب المتخرجين أسلمكم بتحية الأضب من المسك وأحلى من العسل تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فأحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنحن جميعا نوظف الجميع الإمكانات والطاقات الخدمة هذا الدين العظيم إلا وأن من أعظى ما يخدم به هذا الدين كلام الله عز وجل القرآن هو كلام الله منزل الغير المخلوق الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولقد تعبدنا الله بتلاوته أناء الليل وأدراف النهار وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فيه تقويم للسلوك وتنظيم للحياة من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ومن أعرضه عنه وطلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيدا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول أما بعد أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وأن هدانا للإسلام ثانيا أشكر إلى أستاذ الحبيب الذي علمنا العلم فجزاه الله خير الجزاء وجعل مثواه الجنة فردوس الأعلى وكذلك أشكر إلى ولدنا الذي ربانا فجزاه الموالي العظيم الأجر ولا يفوتني أن أشكر أشرك أيضا إلى محسن المدرسة القلب له الذين قاموا بهذا الجهد الكبير المبارك فجزاه الله الخير وأحسن الجزاء والشكر موصولا أيضا إلى جميع وإلى كل من سهم هذا الجهد المبارك وأخير أقول لكم ضبتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نسلا الحمد لله القني الحميد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ينسل القيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحفل الكريم والحضور الكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ضبتم وضاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله تعالى. إنني أريد أن نقول هذا اليوم الحفل المبارك إن شاء الله تعالى كلمة قصيرة نيابة عن إخوان الظلبة، فاستهل كلمي بأن توجه خالص شكري والتقدير والاحترام إلى أساتذة الكرام، وعلى رأسهم مدير المركز على ما قدموا لنا من نصائح القالية وتوجيهات القيم وإرشادات السائدات السديد، وجزاكم الله عنا الخير الجزاء، وقد بدلوا من أجلنا كل قال ونفيس، ولم يدخروا سعى في تعليمنا وتثقيفنا، فيسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه كما لا يفوت. لأن أشكر كل ما ساهم وبذل جهدا كبيرا هذا المركز عثمان بن عفان لتعليم القرآن الكريم، فأقصر بشكري أن تزول المتبرع لبناء هذا الصرح التعليم الشامخ، فيسأل الله العلي القدير أن يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، وأن يخلف الله عليهم ما أنفقتم، وأن يبارك الله في مالهما وأولادهما وعمالهما، وأن يجازكم الله فردوس الأعلى. هذا وأوصي بسملائة متخرجين الحافظين الحاملين لكتاب الله تعالى بتقوى الله عز وجل ورعاية كتابه حفظا وعملا وتعلما وتعلما، فهي أمانته الكبرى عرف عظمى. وفي الختان من سميم قلب نشكركم، وفي رعاية الله أينما كنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له
مسؤولينتي قيمها بدنا مدى شاني كسو قيب غليس لمر كان دير قلن اسو جيدين ايي حفاد رمي ستي كلام كيلاهي اي كم اذا هايين قدو ميا حفيز كوح برشد اي دقمد سلاح لي وقال وحقرد والدين اي قد اذا قعانتا كوايسا مدرسة عسان بن عفان اي يقون كلمة اذو قيمة بدن مناسبة داني كسو جيدين وحان مهنق ان لسو كو بكرين اسو جيدين معاني كاردي داني كسو دداليس لمر كان بري كلام كيلاهي وحي سدو كلا ددك ديگان كان اوغو بشاريين ان هرمر بلادن اي كجيسان دونان هدي اوبادك لغو الاليا اسلامر كان لغول دادالو برشد كلام كيلاهي وليب علوم تشريعة دا اسلام كا صدح قرآن كان كالله الهي سبحانه وتعالى دستور كي امدنا تاني او ابوري و ان لغو هاگا اوغو تلقالي ايا الهي ادن وافتشيي او توفيق ديس الهي دين سيي غارهان ارضي دا براتا اي مانتا ختمي قضب كاللباد الهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا ان سيدان يسل لمد الله شرف الله قيمه ايو وين انت الهي باي كمتاه نبي صلى الله عليه وسلم وحاو يري ان من اجلال الله جل وعلا اكرام ذي شيبة المسلم وقارئ القرآن إلهي وينينتي سوحا كمدا إلا كراميو قفك إسلام كده عروبي تدكا عروبة مسلمين تا إلا قيميو إيو قفك قرآن كيقانا إلا قيميو قرآن كوكو كرامي سيح قضبك الصدحات قرآن كو واشيق كليا إلا بدا الدارود بلغو قولي سيلغو الليبانو waxaa Allah waxa kale adduunyadana lagaga tagaa ee liibaan iyo guul lagu sheego quraanku laakiin iyo diintuba guud ahaan waa guusha aakhiro iyo guusha adduunyo intaba libkeedu waa muuqda saddex qolona farriin baan u diraya muxsiniintii beeshoodan iyo deegaankoodan ay ka soo jeedeen gacanta ku qabtay السبب النقضي من الدرسة دا أساس كيدا والدين تي أرديدو دا أقرتي إني مدرسة دا إيا قرآن كابرتان معلن كي تبع السوق لي إن تبوحا لا يحي دادال كاد بحسين مال كاد بحسين ماشي إلهي الدور طيب ورقي كلام كي إلهي باللغو حفتيو اللغو برتي حقي أمضى إيا حقي إلهي بوالغو قرتي إلهي ميسان كحسنات كهيدين كوضى الدرد لمانتين صدحنا تلا نسو تشيدين أي أرضي دا مربان لاي وحان لاي أي درجات سو قردين هذا الكي قوة كوبان يهي ألا إيدين كمدد شي أكو تلا قلينين اتكسو دكتان والد كتلا نسينا يا يغنو مربان لاي waxaad maanta haystaan hanti marka laga yimaado qofnimada iyo caruurta iyo adashayn hanti labaad ba gashay waa dadka in qireysiyay ee waxa ka soo butaacay cilmi iyo aqoon iyo tarbiyooyin aynu arkayno waa dadka waxay barteen maanta muqaalkoodiba u bedelay maanta waynu ognahay awlaada iyo caruurta wadanku sida yihiin iyo xaalkooda ilaahay baan ku dhaartay ardayda quraanka baratay magaalada laga saaro kuwa ay hor fadhiyan kaga kalsoonayaan ugu maanta waayo ruuxiyan qalbiyan bay u dhisan yihiin dadka markan anigu sida fogaska u saaray waa dad qalbiyan u dhisan qofku inuu waxayo iyo inuu wixii ku dhaqmo aqooni ka muuqato way kala duwan tahay marka waalidka waxaan leeyahay ilaashada awlaada ka saacida sidii ay hore ugu socon lahaayeen waa dhamaysay orodo shaqo tago xabada garaac orodo qooshka ii dub intaa kaliyata inaad ku sii joojisaan looma baahna hadday waxbarashadii maadigatay haddii tay diiniga iyo la sii kordhiyo
أقوني مرة ما تدبضا أي قبصدين يعني كهرين عرور تمان دي كلها تلين لوالد مروا حلاه يا هاي مجالا ذن قلب الله أما ديجان كان أرت إلهي نمعو يسوقكين قافرة يا إلهي بمهد علي ما أنت إن شن يلا بعثن أرضي وكتابك إلهي ذكر كهيا أنه هل كان وجود دبال دقنا وحا إن صامر تي وقت كوبان وإنت قرآن كتقانس كدين حفتي سنت يعني تشرين با وقتيان فوقين باه وأن معوين إن شان يلا ما تنحافظ لقاهرو يبقل كلو كود بتشرا ديقان ككنا ووح إلهي اللوغو مهدنق ماشي إلهي رالك يوم بين معادي سنطة الله إما كوان مسكح دان يرق رقايو روب كانان آنو قول لأي آبان آيان كو عفرقات روب كان ديگان كا اوضوب كا اون لوغو سوق لأي لغاقا بحايو تلو محفل دالو إلهي باد دي وحول باوغا قضب كاللباد ديگان كا وحان لأي هاي تعب كان عدبا بحيساي رون هدا دونيسا عدبا بحيساي وا معلن كاي دين لچو غوي معلن كاسي شرف بو يدين يالاي معلن كاسي قيمو إدين يالي ما أنت هرقيسة كمان نان نمادنين حل دبانة دا قدومية ياشا مضاح دا قرن إيو قويس إيو وحوية ديغان با كتميد إدين ما يتمادين هدانو الددال كان معلن محمدين تو بحيادت كانو سو سارين ما توحا لغايا با دادين اي ديغان كان كبرتان حفلة دا وحا لغايا با إنا مقبهية كدا وندونا عمرك الله يرضى شن يلا بعثنا ردوك قرين شبيه مجال هذا قلب الله دك مدة سلاح لي إن دفع ربنا إذا برد دونا بالجيابة وحاء صورنا وحاء صبابة أنت عندك قرا الله أي فهمان ونبان كسوق هذا ناي أنت صورنا وحاء صبابة معلك معلك هذا كرام يدي كم بدأ يهاي واتشبو يدي كله يهاي حق يدي كله يهاي وإذا صبري ولي بوح بدن بانوغه ومعلن إذن شعل كفر أضيق بان إذن لا يحي وكلمة دي إذا أضم بيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلا برطو كي وقي ما بنا لغو برطي وحنا دي آذ وحن بلين يا شاني اللي باتن كاردي إقرأك دميي وحلا برطنا دين تا إقرأك وقي ببطن الحمد لله رب العالمين مرلبات كوحنا وحن بلين يا والدكي يا معلمينتي كسو تبعضي وبدكينا وحبرتي المرسدحاتك تعب كان مانتا اي نودقو بشوق ومنا هاي مركان انبضان وحاقي وحاسبب تيدا الهي كسكو وحبضا من دراسيي سنات كامكرا وحبرشادة شوقي سلاح لي قدد وحبرشا وفي عن تولوينكا أمد جامد السلاح لي وجدده وحبر الشذا يقرب والله إيوه جاميو عبد بدل وحقيق دين يمد بقى لبضه وملك استووك ما سيدا يفرمرو قال العين دجاج كان قرب والله وبدك إيوه أدور بقى يفرمرو قال له حبر الشو ملك استووك كده وملكه كده الحمد لله رب العالمين أدب وغنى لكم هذا غيره كتي روح اللي يدق فكان تذكر ما هذا غيره إلهي لهم ما هذا قوة ما هذا بيقول لكم دي سقي كتي دي سبعة أنت سواء أنت أنا وقف هذا يوم جاء وخبرش مستعد وخبر الشدة فهمتي وحندي شيء جاية وخبر الشدة إن الكوكب تهاي وخبر الشدة دينته يا قرآن إسقول قال كل يلا يوين مال عامدس إن بريودة تقل السينة يو ملعامدة والسياسة وسيادة أخبار الشضاء إدوان روتي لغدا واغي إن قرآن كوام الدينتو أي كهوري سوحك صول برانيو هذا الكين تي بنيدو عليلي روتي مهدنق ومانو مهدنق إياه دادك الدقان كنت شوغا روتي أدبارو مهدنق إياه وروح لها كم وغطا إلهي باورت مهدنق مرك الله بعدنا وحنا ما عندنا غيا معلن كي صوص هاري
شرط تويو دور نوح كراهيد مانتا أرض ذا أيق روح ذا كياني إلهي نكوك إلهامي أيانو ما عندك يا معلمك مرة وضوح أنو ما عندك يا معلمين تا جودهان تولوين كتشوغا القرآن كرديغا أود براتيغا إن ميغا تشوغان واي دات سو ساران واي دات كاين كاسا كسو ساران ميغا كوار ما عندك يا الله تشاي كاين كاسيو أشري أحسن إلهي كاسيو aan runtii reer qolbuul leh waa kaga duwan diin meelaha kale de meelo badan ma quruxda lahayn oo ardayda soo soo bixin marka nimcada ah haystaan dad badan baan haysanay ilaahay ugu mahadnaqa ilaahay ugu mahadnaqa oo ilaahay ugu mahadnaqa ardaydana waxaan leeyahay horta ilaahay idin ku afaxo cilmiga barateen oo ilaahay idin ka dhigo kuwii dalkan iyo dadkan ba يدين ذبح فع إلى هذا كذبوا إنما يهب لبا فنتي وعويان قرانك ولا شيء كي فضل جيسة يقيم جيسة لكن ميدو ما ندرون الله ياه قرانك أبرتين هاو قادني ناين أدم ميسين ده أو ده بنا سب كل تجسانة واحد نقطان كوي برتاي إدات كنا برا إن شاء الله تقولك استوى سلعة كوت الله دات كنا خليه وباهن تاي إن شاء الله واحد نقطان دونتان معلمين تي تولوين كا واحد كده يسي سواني كمها إن شاء الله إلهي ذكر دقو هبلها ما أنت هاي سلطان رنتي يا أرض هاي سلطان وحن فيلا يا دكان كينن إن أنا بدل لقيه إلهي خير الله إذن سيو وارد كي قط تبعينا إلهي كشاي كا سيو أو خير إلهي مسيان كحسنات كا هوس أروه يو حسنك شو قال له واردو بند علمي سكاي هاي من اللقيا يا بين الحوش كرا عنا يو سواني كمها marka waxaan leenahay macallimiinta quruxda soo saartay macallimiin kala ku jirto iyaguna dadka qaribadii soomaa waxa kamid ay kuwa dhuxusha qaraacaya waxa kamid ay kuwa suuq ku qaylaya waxa kamid ay kuwa muxuu wax kale ku sheegaya waxa kamid ay kuwa khamriga keen soomaa waa macallimiin kala weey macallimiinta ilaahay naga nabad geliyo horta kuwa quruxda soo saarayna ilaahay ha nagu xiro marka waxaan idin ka digaya reer qolbuulale iyo guud ahaanba معلمين تونا عشان ده على قصده هلا تاجروا هبلا هلا سيو هلا مثل حرا وهايدين شو قال مرول با سو عن كم معلم قال مثل حرا يو معلم قال دو مثل حلو هيو ده وش كتير هذا رو أرضا هلا كان صوفر ده ما أنت من العامد دي قرآن كبير كقرن شبيين أو من العامد دي صوفرتين سكول كنوا وجوه يقدون إن شاء الله وحنا نزيد بالله قادنا هدي على راهو in aanu board dhankiina ku xigsiin doono hadii la ilaaho oo aanu sidoo ugu dhaqsiyaa badan dhawaan insha Allah ilaahay la kaashan doono oo board dhankiina la idin keenay doono insha Allah ku abshira wax barashadinaas iyo quraankaas aad barateen ee maanta halka ka soo tabiseen ma aha mid qasaaraya waa mid lagu tabci doono hadii la ilaaho sidaasan ardayda idii sheegaya waxaan dilayahay qalbigiina iyo niyadiina waxa uu sheegtaan إن هذا هرمر إن شاء الله قاري دون تان فرشدو نورش هسيلة وحن السلام يا دمن جدي الصوب لصو صوت عبتي يا معلم كصوت بعي يا والدي صوت عبتي أنت هو السلامي إن قلنا أضيعش يا والدي أنت هتير ونا هاي إن الناد دالين المها كل إحدى ماشى قف كوالد كيلو كيلو على أبا حقه ويا أبطكو ووحد قيمة عليه إما كأنا لبايعنا بالقوة ترى مال قارب كبحه قارب وده معي كي كبحه حافظوا قراءة وشرة وحلاها أوبت كتعب كهلك جلي أو والدين تفش جناته أو يانا قلب شبي أو المهي سيرها حكومة دارو كام كان هاي أم بفدا إنه هاي بقالها إنه هاي وهاي المها المطفع آخرين من الدنيا لبدا بقول ليها ما راح ضرنا نوان سلام يا أرضينا نوان سلام يا كوا حركة حق حرص مرونا قوة مرونا سهيك سدى الله يهدي سوكر سيا سلام ورحمة الله وبركاته حكروا ما نقيا ورفل ما أنت حفل ذي ذي نسقون نمت تتكيني إهل كها إسوا أساس إنه قدر نري نيجا أساس كم من الله كرب على إسوا أساس إن روي نقادر وعلي دارهانا دفع سام سي ما نقيا وحرص كروا أن تكسيني يا دفع كله أنا بدك ما أقص على أنا بكام كدرس كني أقص على إني نسوب وضيع الفدين يجينا وأنا ما أضغ يا وانا سود وينينا تذكر يقول بلا وحن فريا ولا ليا
تعبك كو وحرها دكينا قود بارها قارهان مقالوينك إنو تشوغ تعبك لبادنا وحرها معلنك شاكرا إنو حملي إيه وحنا سوا بري دكينا وحبري تعبك سدحانا والدين تاره هير وناكسن بينو مرينة ولينا تعبك والي لدو تاقي إلا مركة سوغا دو إن شاء الله إنو رسمي وحد مبالا إنو رسيو gudaha naardayda iyo waalidinta iyo deegaanka oo dhan waxaan farayaa war marxaladeen maanta marayno ilaahay baa gudda weyn ugu siiyo taa xamdi ilaahay noo shubay dhulka barankiisii nala ma qabo waxaan leeyahay walaaga maanta aynu isugu noo ilaahay leen ugu kulmiyay hadeen deegaankanay war waxa xunaan iska reebna waxa walaagsan ee waxa maanta kala ana aan wadno oo aan ku dadaalno waxa walaagsan leh aad iyo aad u qiimaha badan leh ee ugu baxu fu qalin jabiyey quraanka kariimka ah soo dhaweynta intaana gelin shalay halkani boor bay ahayd maynaan fadhii karayn haddaan ilaahay xalay roobkaa ku shubin alxamdulilah ilaahay baa mahadle ilaahay waxaynu weydiisanay inuu noo soo kordhiyo intaa dabadeed halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa deegaankan ama tuuladan qolbolo leh oo arday gaadhaysa 25 ay qur-aanka kariimkaa si fiican u dhammeeyeen oo marti sharaf kala dooni ay timid marti sharaftaasoo ay ugu horeyso guddida deegaanka ee waxbarashada guddoomiyaha waxbarashada ee degmada salaxley guddoomiyihii hore ee degmada waxbarashada ee degmada salaxley iyo marti sharaf badan oo kaleo halkan aanan ku soo koobi karin oo ay la socoto iyo culimmo kala duwan oo ka kala timid deegaamada dhammaantood waanu soo dhaweynaynaa waxaa kaloo nalka soo dhaweynaynaa hooyooyinka runtii caruurtan waa beri walba soo kalihinayay ee soo quraacinayay ee iyaguna dadaalka soo muujinayay caruurtan halka soo gaadho ardayda odayaasha haweenka dhammaantiin waa soo dhawaada wadi soo dhawaynana waxaynu walaalayaal arkaynaa waxaa la rasuulku yihi sallallahu calayhi wasalam man lam yashkur illaha man lam yashkur innaasa lam yashkur illah qofka aan ilaahay u mahadnaqin dadkaan u mahadnaqin ilaahay uma mahadnaqo waxaan u mahadnaqanaa macallinkeenna dadaalka bixiyey iyo walaalaheenna inagu garab taagnaay hawsha inala soo waday hawshan waxaynu bilownay muddo hore ilaa 2013-kii madrasada la bilaabay xilligeen la bilaabay ahayd maraaxil bay soo martay markii u dambeysay macallinkan aan ku wareejinay waxay ahayd 2016-kii muddada macallinku gacanta ku hayay isbeddel weyn ayaa dhacay waxyaabo fara badan waynoo suuragalay baa jira oo ay ka mid tahay guddiyadii kala dambeeyay oo suuragalay oo ah dhismaha madarasada iyo ardayda badan ee qur-aanka baratay ee ilaa iyo xilliga aan soo bilownay ilaa maanta qur-aanka iska daba dhammaynaysa halkan marka maanta waxaynu u joognaa inaynu jaa'isada guddoonsiino ardaydii kaalmaha sare gashay iyo ardaydii qur-aanka dhammaystay oo 25 arday ah inuu jaa'isada siino iyo inaan iyagana shahaadooyinkii qura aynu siino marka waa macallinka isagay macalin macallimiintii ardaydiisii qur-aanka u dhammeeyay ay wada macallimiin ka noqdeen meesha faracyo badan u qaybiyey aynu ognahay aynaan taa weri isooga sheegahayn marka waxaan leeyahay dadkii muxsiniinta ahaa waa aragtaan midhihiinni iyo tacabkiinni ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro imankana halkii ka sii wada waalidiintana waxaan leeyahay sidii qolyihii hore iga horreeya ay sheegaan ilmuhu marka uu qur-aanka dhammeeyo yaan halkaa lagu joojin inaan howlahaaga adduunya loo diranine ilmaha halala daba taagnaado sidii u sii wadi lahaa waxbarashada oo u wadi lahaa u daa'imi lahaa markii lasoo gaadhay gunya gunaanadkee munaasibaddani waxaa hadyada aad u qiimo badan oo ka mid ahaa qalin qur-aan iyo weliba shahaadooyin lagu maamuusay 10 arday ee ugu sarreeyey dufcaddan koowaad ee maanta dhammaysatay kalaamka ilaahay halka 25 arday ee kale iyana lagu maamuusay shahaadooyin caddaynaya inay dhammaysteen xifdiga qur-aanka kariimka waalidiinta qiimaha badan iyo weliba ardayda ayaa dhankooda maamuusay
xusay maamulkoodii waliba macalinkoodii cilmigan soo baray isla markaana kula dadaalay barashada kalaamka Ilaahay. Madrasada Cusmaan bin Cafaan ee deegaanka Qoolbuulele ayaa ka mid ah madrasadaha ku dadaalay isla markaana soo saaray dufcaad kala duwan oo xifdisan kalaamka Ilaahay. Wahiib Sariyaan, warbaahinta Nolosha Islaamka, deegaanka Qoolbuulele ee degmada Salaxley. سلكنا في طريق العلم دربا إلى الرحمن نرجوه الجنانا بمعهد زلال العلم يسقى على أيد تفيض لنا حنانا يقوم على كتاب الله نهجا وأقوال النبي بها استعانا وأعلام من الأخيار قالوا بتفسير الكتاب لهم بيانا فأعمرنا القلوب